أن تطبيقك يكون بحاجة تجيب بيانات من الإنترنت عن طريق الـ API، هاد شيء تقريبا موجود 90% من التطبيقات الموجودة هلأ. كيف أنا ممكن أتعامل مع الـ API باستخدام البلوك والكيوبيت؟ هاد موضوعنا بهذا الفيديو. يعطيكم العافية يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. بالبداية خلونا نتعرف نحن شو رح نساوي بالضبط. نحن رح نساوي هذا التدوس أب البسيط، رح ساوي ريستارت للتطبيق. بالبداية بيعطيني لودينج لبين ما كان جاب الداتا من الـ API، وبعدين بيعرض لي هي الداتا. وطبعا في حال صار خطأ فالمفروض يظهر لي هذا الخطأ، مثلا رح أطفي الإنترنت بالجهاز ورح أجرب ساوي ريستارت للتطبيق، مباشرة أعطاني هي الواجهة. طبعا هي الواجهة بيعطيني إياها بحال حدوث أي خطأ. الخطأ اللي صار هلأ أنه راح الإنترنت من الجهاز. إذا بكبس على تراي أجين هلأ بنلاحظ أنه ما بيصير شيء وبيتركني بهاي الواجهة. إذا برجع بتصل بالواي فاي بكبس على تراي أجين، عطاني اللودينج وبعدين جاب الداتا. فمثل ما شفته هو تطبيق بسيط عن طريقه رح نعرف كيف نتعامل مع الـ API بالبلوك وكمان بالكيوبيت. خلونا نبلش. بالبداية خلونا نتعرف على المشروع الابتدائي اللي رح نبلش فيه. هون بالمين دوت دارت كالعادة عندي ماتيريال آب. الهوم للماتيريال آب هو التدوس بيج. إذا بروح التدوس بيج بلاحظ إنه هي بيج بسيطة عبارة عن سكافولد، فيه أبار وفيه بطي. البطي عبارة عن سنتر ويدجت بداخلها تكست ويدجت، وكمان عندي شوية ويدجتس رح يلزموني مثل اللودينج ويدجت اللي هي كمان ويدجت بسيطة عبارة عن سنتر وبداخلها سيركولار بروجريس إنديكيتور. وكمان عندي ويدجت تانية اسمها ماي إيرور ويدجت، كمان هي عبارة عن ويدجت بسيطة عبارة عن سنتر وبداخل هذا السنتر في كولوم، وهذا الكولوم في جواته بادينج اللي بداخله تكست ويدجت. طبعا قيمة هذا التكست ويدجت عم نستلمها بالكونستراكتر الخاص بهي الويدجت. وكمان في عندي btn او elevated button للتشايلد تبعه تكست ويدجت. واخر ويدجت عنا اياها هي التودوز ويدجت، هي الويدجت اللي رح نعرض فيها التودوز. تمام، كمان هي ويدجت بسيطة عبارة عن listview.builder، عم مرقلها بالconstructor list of to do، وعم اعرض كل to do لحالة بlist tile. الليدينج تبعها عبارة عن circle avatar اللي جواته عم نعرض الـ id الخاص بهي to do، والتايتل لهي list tile عبارة عن text widget بداخلها عم نكتب التايتل الخاص بالـ to do، والtrailing إذا هي to do completed عم نحط جنبها إشارة هي الصح باللون الأخضر، وفي حال ما كانت completed ما عم نحط شيء. هاي بخصوص الـ widgets اللي عنا. خلونا هلا نشوف هي التودو. تودو موديل عبارة عن موديل بسيط فيه الاتريبيوتس الخاصين بهي التودو، الاي دي والتايتل والكومبليتد، وبعدين سوينا الكونستراكتر، وبعدين سوينا الفرام جيسون وتو جيسون. هاي بخصوص المودلز اللي عنا. طيب في عندي مجلد اسمه اي بي اي بدخله ملف اسمه تودو اي بي اي. انا سميت هاد الكلاس تودوز اي بي اي، انت ممكن تسميه تودوز ريبوزيتوري أو تدوز ريموت داتا سورس، أنا سميته تدوز اي بي اي، أنت سميه بالاسم اللي بريحك. وداخل هاد الكلاس في عندي ميثود واحدة، هاي الميثود شغلتها تجيب لي التدوز من الاي بي اي اللي هنهم بالبداية بيكونوا عبارة عن ليست اوف جيسون اوبجكت، عم ساوي عليهم ماب وعم حولهم لتدو موديل. وهذا الكلام كلياته موجود ضمن تراي وكاتش. بالتراي الأمور تمام، وبالكاتش عم ارجع ساوي ثرو لهذا الخطأ أو الاكسبشن اللي صار. طبعا هذا الرابط انا جبته من موقع جيسون بليس هولدر، للي ما بيعرفوا هذا هو الموقع، هذا اليو ار ال تبعه. ببساطه هو عباره عن موقع بيعطيني فيك اي بي اي. طيب هلا اليو ار ال اللي نحن اشتغلنا عليه هو عباره عن اليو ار ال اللي بيعطيني التدوز اللي هو هذا اليو ار ال. اذا بنسخ هذا الرابط وبروح على البوستمان وبساوي ريكويست جديد اللي هو عباره عن جيت ريكويست وبساوي سيند بالرابط اللي لصقناه هون، مباشره اعطاني هي الداتا اللي هي عبارة عن list of json object يلي كل object فيها عبارة عن to do. بالموديل تبعي أنا بحاجة هدول الثلاث حقول بس، الـ user id ما بيهمني. فكل object من هدول عم ساوي عليه map وعم حوله لto do object الموديل اللي عنا. وهذا الشيء عم يصير مثل ما حكيت بهذا function هون جوات try. طيب خلونا هلا نشوف نحن شو بحاجة باكيجات أو dependencies. إذا بروح على bubspec.yaml أنا أول شيء بحاجة لـ HTTP لانه انا عم ساوي ريكويست لـ اي بي اي، وبعدين كالعادي انا بحاجه لفلتر بلوك والاكويتابل. طيب خلونا نرجع على المين دوت دارت، وخلونا نحكي هلا نحن شو عنا ايفنتس بهذا البلوك وشو عنا ستيتس. طيب الايفنتس بالبدايه انا هون بحاجه ايفنت واحد، لانه اول ما يفتح التطبيق فعليا انا عم ابعت ايفنت للبلوك اللي اسمه فرضا جيت اول تو دوز ايفنت، وبعدين البلوك عم يستلم هذا الايفنت وعم يرد لي بستيت مناسبه.
وطبعا الإيفنت اللي عنا أنا بحاجة ضيفه للبلوك أول ما يشتغل التطبيق. يعني فعليا أنا هون بالمين بس ساوي بلوك بروفايدر، مباشرة رح ساوي بلوك ورح ضيف له هاد الإيفنت اللي سميناه فرضا Get All To Do's Event. تمام؟ طيب بخصوص الستيتس اللي عنا، هلا فعليا أول ما اشتغل التطبيق كان عندي الستيت اللي هي Loading State، اللي هي فعليا الستيت اللي بتطلع لي لبين ما كانت رجعت لي الداتا أو رجع لي خطأ. طيب لبين ما كانت رجعت لي الداتا، ففعليا أنا هون بحاجة ستيت استلم فيها هي الداتا اللي هي عبارة عن List of To Do، صح؟ وكمان في حال رجع لي خطأ أنا هون كمان بحاجة ستيت أعرض فيها هذا الخطأ. ففعليا رح يكون عندي ستيت مثلا اسمها Error State، هي الستيت رح خليها تستلم مني مسج مثلا اكتب فيها رسالة معينة بتعبر عن هذا الخطأ. فبشكل سريع الايفنتس اللي عنا هو عبارة عن ايفنت واحد بساوي له أد للبلوك أول ما يشتغل التطبيق، لأنه أنا بحاجة أعرض تدوز أول ما يشتغل التطبيق. والستيتس اللي عنا أول ستيت هي Loading State، الستيت الثانية اللي هي Loaded State، هي الستيت اللي بتحمل جواتها List of To Do، والستيت الثالثة اللي هي Error State اللي بتحمل جواتها Message بتعبر عن هذا الايرور. خلونا هلا نبلش بالكود. رح روح على مجلد الليب ورح ساوي نيو بلوك، رح سميه مثلا to do's. طبعا للي ما بيعرف انا عم ساوي بلوك او كيوبيت عن طريق extension، هاي الاكستنشن اسمها بلوك اللي هي هاي اول وحدة. رح ارجع على الكود وبلاحظ فعلا انه هاي الاكستنشن انشأت لي 3 ملفات الخاصين بالبلوك، ملف الايفنت وملف الستيت وملف البلوك نفسه. خلونا اول شي نكتب الايفنتس اللي عنا. مثل ما حكيت نحن عنا ايفنت واحد، فرح ساوي كلاس رح سميه get all to do's event، وطبعا رح يساوي extend من to do's event. وطبعا انا ما بحاجة ابعد شيء مع هاد الايفنت. خلصنا الايفنتس، خلونا نروح نكتب الستيتس اللي عنا. الستيت الانيشال انا ماني بحاجته، رح خلي الستيت الانيشال اللي عندي اللي هي loading state، فرح ساوي class رح سميه loading state، كمان هون رح نساوي extend من to do's state. مباشرة عطاني خطأ بالto do's block لأنه ما عند عنا state اسمه to do's initial، فرح خلي الstate الانيشال اللي هي loading state. تمام؟ رح أرجع أكمل الstates اللي عندي. تاني state رح ساوي class رح سميه loaded state، كمان هون رح نساوي extends من to do's state، وبداخل هاي الstate رح رجع list of to do اللي عندي، فرح ساوي final رح تكون list، وهي الليست رح تحمل جواتها تدو. تمام؟ ورح سميها تدوس، ورح انشئ الكونستراكتر ورح ساوي override للجيتر الخاص بالإكويتابل، ورح مرق التدوز بداخله ورح اكتب هون const. الستيت التالتي رح ساوي class رح سميه error state، كمان رح نساوي extends من التدوز state، وكمان بداخل هاي الستيت رح رجع أو مرق رسالة الخطأ، فرح أكتب final string رح سميها message، كمان رح نساوي constructor، وكمان رح نساوي override للgetter الخاص بالequitable، وبداخله رح مرق المسج، وكمان رح أكتب هون const. هيك منكون خلصنا الايفنتس اللي عنا والstates اللي عنا. طيب هلا خلونا نكتب البلوك نفسه. بالبداية رح شيل هذا السطر ورح ظبط هذا الامبورت، رح اكتب flutter block واخذ هاي الكلمة والصقها هون. هيك تمام. طبعا ما في مشكلة نترك الامبورت القديم، بس انا مشان رسالة الورنينج هاي الرسالة هذا الخط. تمام؟ فهون اول شي رح شيك على الايفنت اللي جاييني. طبعا هون بحالتنا ممكن انا ما شيك لانه انا ما عندي غير ايفنت واحد، بس حتى ولو انا بحب شيك دائما. if event is get all to do's event. طيب في حال كان جايين الايفنت اللي اسمه get all to do's event، اول شيء انا المفروض ساوي emit للloading state، بعدين ساوي call للابي اي اللي عندي. تمام؟ وبعدين اخر شيء يا رجع loaded state يا اما error state. تمام؟ فاول شيء رح ساوي emit للloading state. طبعا هذا السطر ممكن حدا يقول انه ما في داعي له لانه الستيت الانيشال اللي عندي هي loading state كمان. لا، انا هون بحاجته لما يصير عندي خطا. كيف يعني؟ يعني على فرض انا رجعت لي error state، نحن كان عندنا زر مكتوب عليه try again، صح؟ فبداخل try again انا فعليا عم ارجع ضيف هذا الايفنت، وبحال ما كنت حاطط هذا السطر فرح يساوي call للاي بي اي، وفعليا وهو عم يساوي call للاي بي اي لبين ما كان رجع له loaded او error state، الستيت قبل هي الخطوه فعليا عم تكون error state، فما عم يساوي loading.
وهذا خطأ، ففعليا لازم يكون عندي loading state لبين ما ترجع لي يا اما loaded state او error state. تمام، خلونا نكمل. هلا هون المفروض نساوي كول للاي بي اي، فرح اخذ غرض من التودوز اي بي اي وبعدين رح اكتب دوت جيت اول تودوز، ففعليا هذا الميثود عم يرجع لي ليست اوف تو دو، وطبعا هي فيوتشر انا بحاجه تساوي await، ورح احط النتيجه ضمن متحول رح سميه تودوز، وما دام ساوينا await هون فهون رح اكتب async. طبعا هيك رح يجيب لي تودوز او رح يرجع لي خطا. فهون بهذا الميثود انا في حال صار عندي خطا فعليا عم ارجع اعمل سرو لهذا الخطا، يعني ما عم عالجه. فانا هون بالتودوز بلوك رح اخذ هذا السطر وكمان رح احطه بداخل تراي وكاتش، فهون جوات التراي رح استدعي هذا الميثود، وبحال رجع لي التودوز رح ساوي ايمج لللودد ستيت ورح مرق له التودوز، وبالكاتش بحال صار خطا فهون رح ساوي ايمج للايرور ستيت ورح مرق له مسج. رح اكتب هون اي رساله، انت ممكن تساوي كاستمايز اكثر بالرساله تبعك حسب نوع الخطا، فهون مشان الوقت رح اكتب something went wrong please try again later. تمام، هون بس كاتب كلمة امت غلط هيك. تمام، وطبعا انك انت تستخدم التراي والكاتش بداخل البلوك بهذا الشكل اكيد هذا الشيء مانو محبب ومانو كلين بالمرة. وطبعا نحن عالجنا هذا الموضوع بكورس الكلين اركيتكتشر، كمان هنيك استخدمنا البلوك وحلينا هاي القصة بمساعدة باكيج الدارتس. فيلي حابب ممكن يشوف كورس الكلين اركيتكتشر ويشوف نحن كيف عالجنا هذا الموضوع بالضبط. خلونا نكمل. طيب انا هون اخذت غرض من كلاس التودوز اي بي اي لاني احتجت الميثود اللي اسمه جيت اول تودوز الموجوده بداخله. طيب يا ترى في حال انا كان عندي ايفنت تاني وهذا الايفنت التاني بيتطلب كمان استدعي ميثود من التودوز اي بي اي، يا ترى صح انه كل مره انا اخذ غرض من كلاس التودوز اي بي اي واستدعي الميثود اللي بدي اياها منه؟ اكيد لا. فكيف انا ممكن اعالج هذا الموضوع؟ ببساطه بداخل كلاس التودوز بلوك رح ساوي غرض من التودوز اي بي اي ورح سمي هذا الغرض تودوز اي بي اي ورح مرقه بالكونستراكتر الخاص بالبلوك، رح خلي هذا الكونستراكتر نيمت كونستراكتر. وطبعا بهي الحاله انا لما بانشئ بلوك ببعث مع هذا البلوك او بمرق لهذا البلوك غرض من التودوز اي بي اي، فرح اخذ هذا الانستانس من التودوز اي بي اي ورح امسح هذا الكلام هون ورح خليه يستدعي هاي الميثود من المتحول اللي اسمه تودوز اي بي اي. تمام، طبعا هيك كمان بنكون خلصنا البلوك اللي عنا. وطبعا اول خطوه بعد ما نخلص كتابه البلوك ان نساوي له بروفايد للويدجت تري اللي عنا، فهون رح ساوي راب للماتيريال اب ببلوك بروفايدر، بحالتنا اسم البلوك تودوز بلوك، رح ساوي امبورت للتودوز بلوك وكمان رح ساوي امبورت للفلتر بلوك ورح شيل كلمه كونست. وطبعا بداخل هذا البلوك انا بحاجه مرق له غرض من التودوز اي بي اي، وطبعا مثل ما حكينا اول ما يشتغل التطبيق انا رح ضيف ايفنت لهذا البلوك اللي بحالتنا اسمه get all to do's event. هيك كمان منكون ساوينا provide للبلوك اللي عنا. خلونا هلا نستخدم هاد البلوك، فهون الهوم تبعنا هي to do's page، رح روح على to do's page ورح امسح هاد البادي ورح ساوي هون بلوك builder. البلوك اللي عم نشتغل عليه اسمه to do's block، رح ساوي import للflutter block وكمان للبلوك اللي عنا، وهون رح شيك على state if state is loaded state. فهون نحن مجهزين ويدجت بحال كانت الستيت هي اللودد ستيت، فرح ساوي ريتيرن للتودوز ويدجت. وطبعا هي التودوز ويدجت انا بحاجه ابعث للتودوز اللي عندي اللي رح جيبها من داخل الستيت، رح اكتب ستيت دوت تودوز. تمام، طبعا هي الويدجت هي المسؤوله عن عرض التودوز في حال نجحت العمليه ورجعت لي التودوز من الاي بي اي. طيب هلا الايرور ستيت، else if الستيت is error state، كمان نحن مجهزين ويدجت رح ساوي ريتيرن للماي ايرور ويدجت. طبعا انا سميتها ماي ايرور ويدجت لانه الايرور ويدجت هي محجوزه، هي ويدجت موجوده فعليا بفلتر، فمشان ما يصير كونفليكت فهي الويدجت كمان بحاجه مسج مني، فرح اخذها كمان من الستيت دوت مسج ايلس. طبعا بالايلس هون ما ضل عندنا غير اللودينج ستيت، فانا كمان مجهز ويدجت رح ساوي ريتيرن لللودينج ويدجت ورح امسح هذا السطر. خلونا هلا نروح على المين دوت دارت ونساوي ران لهذا التطبيق. تمام، اشتغل التطبيق ورجع لي التودوز اللي عندي. خلوني ساوي ريستارت مشان تشوف اللودينج.
تمام، أعطاني لودينج وبعدين رجع لي التدوس. طيب في حال صار خطأ، نحن أول شي جربنا الخطأ لما طفينا واي فاي، تمام؟ خلونا نجرب خطأ تاني هلا. رح روح مثلا على التدوس اي بي اي ورح أعطيه URL غلط مثلا، رح أكتب هون دبل ان ورح ساوي ريستارت، فعليا ال URL غلط، فهون المفروض يرجع لي الـ Error State. تمام، رجع لي الـ Error State. وطبعا حاليا إذا بكبس على Try Again ما حيصير شيء، نحن ما عالجنا لسه هذا الموضوع. فرح روح على الـ Error Widget وبداخل الـ OnPrest لهذا الـ BTN رح ساوي Block Provider dot off context، ورح حدد لأنه بلوك عم بيشتغل، بحالتنا اسمه To Do's Block. وبعدين رح اكتب dot add ورح ارجع اضيف الايفنت اللي اسمه get all to do's event. فمثل ما حكيت انا حاليا عندي الايرور ستيت، فبعد ما ضفت هذا الايفنت اذا منروح على البلوك، في حال ما كانت موجوده هي الستيت فما رح يعطي لودينج مباشره، رح يطلب الداتا من الاي بي اي. في حال كانت النتيجه سليمه رح يرجع اللودد ستيت، والا رح يرجع الايرور ستيت، فلازم يكون في لودينج، غلط ما يكون في لودينج. هيك كمان بنكون شغلنا هذا الزر. طبعا حاليا رح يساوي try again بس الـ URL غلط. خلونا نرجع على todos API ونظبط الـ URL، رح شيل هاي الان الزيادة وبعدين رح ساوي hot reload. هلا حاليا اذا بكبس على try again فعليا رجع لي todos. فهيك بنكون خلصنا اول جزء من هذا الفيديو، واللي هو انه نحن نساوي هذا الموضوع باستخدام البلوك. طيب خلونا نساوي نفس الموضوع باستخدام الكيوبيت. بس قبل رح سكر هدول الملفات، وهون رح انشئ ريبوسيتوري على الجيت هاب مشان تشوفوا الكود الخاص بالبلوك بس، ورح اكتب رسالة لهذا الكوميت add block. تمام؟ طيب رح ارجع على الكود وداخل مجلد الليب رح ساوي new qubit ورح سميه كمان todos. فبلاحظ كمان انشأ لي الملفات الخاصة بالكيوبيت، ملف الستيت وملف الكيوبيت نفسه. طبعا ملف الستيت هو نفسه اللي بيكون موجود بالبلوك، فمشان الوقت رح روح على البلوك بعدين على الستيت الخاصة بالبلوك، رح انسخ الستيتس وارجع على الكيوبيت والصقهم هون. بحاجة تساوي import للتودو موديل، فرح ساوي له import، وهون كمان رح ظبط هذا البارت اوف تودو كيوبيت. طبعا هذا السطر ما المفروض يكون هون، المفروض يكون بالكيوبيت. وطبعا نفس المبدأ، ما عندنا todos initial، عندنا loading state. تمام، وكمان رح ظبط هذا الامبورت، رح اكتب flutter block. هيك تمام. مثل ما حكيت الفرق الجوهري بين الكيوبيت والبلوك انه الكيوبيت عبارة عن functions او methods، اما البلوك بيتعامل بالايفنتس بالاحداث. فهون رح ساوي method رح سميها get all todos. تمام، وطبعا بداخل هاي الفانكشن رح ساوي مثل ما ساويت لما اجاني get all todos event. فرح انسخ هذا الكود من هون ورح ارجع todos الكيوبيت ورح الصق هذا الكود. طبعا هون عنا await، فهون المفروض نكتب async، وبحاجة كمان غرض من todos API، فكمان رح ارجع todos block، رح اخذ هذا السطر ورح الصقه هون، وكمان رح ساوي import للtodos API، وكمان هون رح مرقه بداخل constructor، كمان رح خليه named constructor، رح اكتب هون required. هيك منكون خلصنا كتابة الكيوبيت. يعني مثل ما شفتوا ما كتير اختلف الكود، ما في هالفرق الجوهري بين الكيوبيت والبلوك. فخلونا نجرب هاد الكيوبيت. رح روح على main.dart، وهون بدال ما عم ساوي بلوك بروفايدر للبلوك اللي عنا، رح ساوي بلوك بروفايدر للكيوبيت اللي عنا. وكمان نفس المبدأ، هاد الكيوبيت انا بحاجة تمرق له غرض من todos API، بس هون ما عاد عنا add event، هون مباشرة رح استدعي الفونكشن اللي اسمه get all todos. رح يعطيني خطأ لأنه أنا كمان بحاجة أعالج الموضوع بالتودوز بيج. هون بالبلوك بيلدر رح استخدم التودوز كيوبيت، فرح ساوي له import ورح امسح الامبورت الخاص بالبلوك من فوق، وهيك بظن الأمور تمام. بمجرد ما عملت hot reload اشتغل الكود. خلونا نتأكد ونساوي restart للتطبيق، فعلا اشتغل والأمور تمام. بقترح عليكم نتساوي بلوك تاني للتودو details. بتفوتوا على الجيسون بليس هولدر وبتجيبوا الـ URL اللي بيعطيكم تفاصيل تدو معينة، اللي هو فعليا نفس الـ URL اللي معنا، بس بالآخر منضيف سلاش وبعدين الـ ID الخاصة بالتدو. فبتساوي بلوك تاني وبتكتبوا الـ Events تبعه، فعليا كمان فيه Event واحد ممكن تسموه Get To Do Detail، وطبعا هذا الـ Event بيحتاج تمرقوا معه الـ ID الخاص بالتدو. وبعدين بالبلوك نفس المبدأ، بتستدعوا Method من التودوز اي بي اي، هاي الميثود بتمرقوا للاي دي الخاص بالتودو، وبعدين بتمرقوا الاي دي لليو ار ال، وبعدين بترجع لكم التودو
وبترجعوها بستيت مناسبة. طبعا الستيت بهاي الحالة ما رح تستقبل list of to do، رح تستقبل to do واحدة، وباقي الستيتس نفسها الايرور ستيت اللي رح تستقبل مسج، وكمان اللودينج ستيت. فهي تقريبا حلينا القصة. وبعدين بتساووا يو اي بسيطة، يعني المهم تتمكنوا بالبلوك، تقدروا تساووا اي شيء باستخدام البلوك، ما يصعب عليكم شيء، فهذا الشيء ممكن تساووه كتدريب بسيط. وهيك منكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. بتمنى منكم تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشاركوه بالجروبات وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وتشتركوا بالقناة. وبشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.